من ضمن الأسئلة اللي وفدت إلى الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة، سائلة كريمة بتقول: أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، هل قراءة سورة ياسين لوالدتي ووالدي المتوفيين كل يوم تنير عليهم ظلمة القبر، هل تكون تاج من نور لهم وثواب قراءتها تنفعهم؟ أرجو بيان ذلك في جواز يعني قراءة القرآن ووهب الثواب، قراءة سورة ياسين ووهب الثواب، بخصوص أجر من يقرأ القرآن الكريم للأموات. زي ما قلنا قبل كده وأكدنا أكتر من مرة، إن اللي بنختاره في مسألة وصول ثواب قراءة القرآن للمتوفى إنه بيصل بإذن الله تعالى، وده بناء على ما ذهب إليه جماعة من الفقهاء ومنهم الحنفية والحنابلة، إلى إنه كل قربة فعلها المسلم له ان هو يهب ثوابها لمن شاء من اموات المسلمين، سواء كانت القربة دي صلاة، صوم، حج، صدقة، او قراءة للقرآن الكريم، او ذكر، او اي نوع من انواع العبادات والطاعات والقربات. هو صنع المعروف ويملك هذا الثواب، وله ان يهب هذا الثواب لمن يشاء. واختار الحقيقة السادة الشافعية ان الاولى يكون انه مثلا لو انا عايز اقرا سوره ياسين او اي شيء عايز اقراه في القران الكريم، اول ما خلص القراءه الساده الشافعيه قالوا انه يقول القارئ بعد الفراغ من قراءه القران اللي عايز يوهب ثوابه لمتوفى، انه يقول: اللهم هب مثل ثواب ما قراته الى روح فلان، الى روح فلانه، او الى ارواح كذا وكذا. فاحنا هنعمل كده بعد ما نقرا القرآن أو نقرأ سورة ياسين اللي حضرتك عايزة تقرأيها، ناخد كمان نضيف، إحنا قلنا بجواز وصول الثواب تقليدا لمن ذهب إلى ذلك وترجيحا لما ذهبوا إليه، وفي نفس الوقت هناخد كلام الشافعية إن إحنا بعد ما نقرأ ندعي إن اللي قريناه إن الثواب ده يصل لمن أريد أن أهب له الثواب. المسألة أو النقطة الثانية المهمة بخصوص خصوصية قراءة ياسين، أورد الشرع يعني الشريف بذكر فضلها وبيان عظيم ثواب قراءة سورة ياسين، وده كما أخرج الدارمي والترمذي واللفظ له والإمام البيهقي في شعب الإيمان من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لكل شيء قلبه، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. يعني بياخد ثواب إنه كأنه قرأ القرآن 10 مرات، فياخد بقى ثواب قراءة القرآن 10 مرات. فده جاي في فضل من الأحاديث الواردة في فضل سورة ياسين. وجاءت السنة النبوية المطهرة أيضا بقراءة سورة ياسين على الموتى، يعني بخصوص حتى النقطة اللي حضرتك بتسألي فيها، في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا ياسين على موتاكم. وده رواه الأئمة أحمد وأبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم. والأمر هنا اقرأوا ياسين على موتاكم، الأمر هنا جاي عام ما فيهوش تحديدات، اقرأوها على موتاكم، فالأمر هنا عندي فيه عموم، فيبقى على هذا العموم. وعلى ذلك وبناء على ما قدمنا إنه قراءة القرآن الكريم لها أجر عظيم، وقراءته على الموتى بنية وصول الثواب بتاع القراية دي للمتوفى ده ثابت إن شاء الله تعالى، لأن زي ما قلنا زمان إن ده من قبيل اللي هو قراءة القرآن ووهب الثواب للمتوفى، هذا من قبيل الشفاعة الحسنة من الأحياء للأموات. وفضل سورة ياسين زي ما يعني استحضرنا بعض المرويات وردت به يعني ذكرتها السنة وجاءت في السنة النبوية المطهرة، وقراءتها للموتى كمان أمر صحيح إن شاء الله تعالى، بجملة كونها من القرآن الكريم، ولما لياسين من فضل عظيم مخصوص. ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام القبول.